أكد اللواء الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة نائب المفتش العام على أن هذا اليوم الذي تشهده البحرين هو عرس ديمقراطي يشارك فيه المواطنون بالإدلاء بأصواتهم. الصراحة هذا يوم عظيم للبلد وللوطن، فالشعب كله إن شاء الله يلبي الواجب، وإحنا نلبي الواجب في كل لحظة وخدمة لهذا الوطن إن شاء الله بغير جلالة الملك. واليوم هو صدق عيد وعرس لأبناء البحرين، وإن شاء الله يوم مبارك إن شاء الله.